اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين. لو كان بقالك يوم واحد في حياتك واش تروح دير في هذاك اليوم؟ هذا هو السؤال اللي حنطرحوه للمواطنين الجزائريين وشوفوا كيفاش تكون الاجابه. تابعوا معنا. لو كان نقولوا قعد لك يوم واحد في حياتك وتعرف بلي قعد لك يوم واحد، واش دير في هذا اليوم؟ اللي غلطت معهم كان نقولهم سمحوا. لو كان يقعد لي يوم واحد في حياتي واش ندير؟ نبدا نصلي الصلاة الاولى. ما دوكا راني نصلي بس نقعد نصلي ندعي لربي يغفر لي هذا ما كان. راه عندي يما ريح، ما يما ريح ما نشبحها يعني في اليوم الاخر تاعك ريح ما روح الريح نشبحها حتى نموت. اليوم هذاك اللي بقى لي في حياتي نجوزو مع ميمتي، نجوزو مع يما نشبحها وتشبعني ونزيدو نعبدو ربي مليح ونجوزوها انصومبل. النهار الاخر تاعي في حياتي نصدق نحفظ الستين في هذاك النهار. نحفظ الستين، المهم نطلع عند ربي صافي هذا ما كان. يروح حفظوا دوكا. والناس اللي بقاو لي ما عندك الوقت حفظوا. نبدا نحفظ على هلال. لو كان تعرفي باللي قعد لك يوم في حياتك. في هذاك اليوم واش تروحي ديري؟ واش راح ندير هذاك اليوم؟ قعد نصلي. نصلي 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 حتى تخلص الدنيا. كيفاش نصلي؟ نقعد نصلي. واش تانيت؟ وندعي للناس. وناكل. واش تاكلي؟ كل ماكله واش ناكل؟ يعني حاجه اللي تشهيها تروحي تاكلها؟ انا ناكلها نطيبها وحدي نطيب هكذاك. بس يوم الاخر. يوم الاخر صح. يعني واش تروحي تاكلي؟ ها؟ واش ناكل؟ زعما كاع واش؟ زعما ندير كسره مطلع ناكل نطيب ناكل ندير زعما شريبه. يعني واش تتشهي هذيك دقيقه؟ نتشهى ناكلها. علاه؟ كنموت شهيه طيبه. تموتي شبعانه. مش معنا صح تا غيزو. لو كان نقولوا هذا هو يوم الاخر تاعك واش دير؟ صلاتي باينه في بلاصتها وساو هذاك النهار نعطيه صداقه. صداقه واش عندك؟ واش عندي نمد؟ واش عندك؟ باسكو على بالي بلي احنا نلقاك واش نمدها بيدي نلقاها في هذيك الدار. سؤال صعب والله غير صعب يا اخو، صدقني غير صعب. الجواب عليه ماشي سهل. هذا قال لك يوم واحد في حياتك، اولا كيفاش الحاجه الاولى اللي ديرها؟ نصدق كاع واش عندي كاع واش كاين كاع نصدقوا في سبيل الله يا خويا، بالك ان شاء الله ربي يغفرنا ان شاء الله. علاش خيرت الصداقه؟ قال لك الميت قال لك في قبره الميت يتمنى لو كان يعاود يحيى يصدق. ندير فيه الخير كومبلي، تاع حياتي كومبلي ما درتوش نديرو. في هذاك النهار. مثلا واش من الخير؟ كلش بيني وبين مولاي. هذاك النهار نهار كامل وانت تبقى غير دير في الخير. ندير في الخير، باسكو هذاك النهار التالي تسمع تلاقي ربي سبحانه، تلاقي بحاجه مليحه، نقول لك اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. نتبرع كاع باعضاء تاع جسمي كاع نمدهم، كاش واحد ما عندوش، كاين اللي يخصو قلب، كاين اللي يخصو يد، كاين اللي مريض بالسرطان ربي يجيب له شفاء خويا. تتبرع بكاع الاعضاء؟ كاع ما سحق والو، ما سحقش يدفنوني، يدوني كومبلي خويا، واش عندي حاجه تصلح نصدقهم لا في سبيل الله. هكا باش ربي يعفو علينا، بالك واش انا دايرين ذنوب، خاطر الدنيا ما عمرها ذنوب خويا، ماكش حاجه خويا. البنادم هو دوره يجي كيف مخدوم على الذنوب على السيئه وعلى الحسنه، مانيش غالط. سمع يعني تتبرع بكل الاعضاء بالكليه؟ تبرع خويا بهم كاع، نتبرع بهم كاع، وقبل حاجه واحده قبل ما نتبرع بالاعضاء تاعي كاع، شوف يما بابا والناس اللي ليا اللي عزات اللي نحبهم. لو كان يبقى لي يوم واحد في حياتي واش ندير؟ نبقى ساجد يا اخي من الصباح للعشيه، نبقى ساجد لربي، نروح لربي وانا ساجد يا اخو، ربي يدي امانته هي ساجد عليها. نبقى ساجد يا اخو. واش يقول لك؟ يقول لك الانسان يوم القيامه يبعث كما على اخر حاجه دارها في حياتك، فاهم؟ وانا ان شاء الله يا ربي نموت وانا ساجد لربي، نقابله وانا ساجد يا اخو. علاش خيرتي تقضي هذا اليوم مع امك؟ باسكو لا مامون سي لو ديامون، هو الانسان العزيز كامل فوق الارض الام. مدام بكل صراحه لو كان نقولوا يقعد لك يوم في حياتك يوم واحد، فهذاك اليوم واش تروحي دير؟ بون تو دابور السلام عليكم، بونجور ا توس، سي ميرسي ا ليكيب النهار كجام بوكو. كون يقعد لي ان سول جور اي دوما جو في مورير، سي سا
je vais implorer Dieu de me pardonner. نطلب ربي سبحانه يغفر لي ويسمح لي انا والوالدين وكاع المؤمنين. واش تروحي ديري في هذا اليوم؟ هذاك لو جور جي بروندر ان بون بان ياك نطهر روحي بيان. جو في ميتر ان فاس القبله ان شاء الله يا ربي ندير المصحف بيتيتر سا فا ايت لو ديرني جور اجوردي. ناخذ المصحف نقرا ونطلب ربي سبحانه يغفر لي هذا ما كان وكاع الامه الاسلاميه ونشوف الرسول هكذا دوفون موا. النهار الاخراني هذا هو اللي بقى لي تما موراه ما نزيدش نعيش. واش راه دير؟ يا خو نروح عند يما. نروح عند يما نريح معاها يا خو. قولها لا راكي راضيه عليا الحمد لله يا الوالدين راضيين. نزيد نشوف حبابي نودعهم. نديروا الخير. واش من الخير اللي دير؟ الخير دير صدق خدا منك شما تلقى. خلاص هاي هذاك هو النهار الاخراني اللي حتموت فيه. وراك واجد لهذا النهار بكل صراحه. شغل شويه شويه كذب عليك. اولا بالنسبه ليوم واحد او يومين هي الاعمار بيد الله. والاجل محدد ولكل انسان يوم محدد له. وبالنسبه لي كي طرحت عليا هذا السؤال عندي امنيه وحيده فقط. لان انا والدي بالنسبه لي راهم قدامي. عندي حاجه واحده راني متمنيه نشوفها هم ابناء اختي. رحمه الله رحمها الله ربي يرحمها. يعني اختي متوفيه توفات ولادها راهم بعد عليا فقط. يعني في هذا اليوم تروحي تشوفيهم؟ نشوفهم ايه. هذا مكان. هذا واش ديري في هذا اليوم؟ هذا واش ندير في هذا اليوم؟ نشبع منهم ونشوفهم فقط. وحشتيهم؟ طبيعه الحال. وعلاه ما تروحيش تشوفيهم دوك؟ مشاكل ونتمنى نقدر نشوفهم. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.